منذ بداية هذه المأساة قلنا أننا نريد أن نصل إلى ماذا حدث بالفعل وأن هم المسؤولون عن هذا الأمر ونريد أيضا أن نؤكد أننا لن نخفي شيئا في هذا الأمر كما كلما حصلنا على أي معلومات نظهر هذه المعلومات ونعلنها والعالم يتبقى الآن كل هذا القصة أن الحقائق التي كانت متاحة بالنسبة إلينا وظهرت شيئا ووصلنا إلى نتائج أخيرة هذه هناك كما يحدث في كثير من الحالات الجرائم التي يتم فيها التحقيق ويمكن أن يتغير أمر من مرور الوقت ومزيد من التحقيقات نحاول أن نغير مثلا تغيرت القصة لكن فيما يتعلق في اتجاه توجه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد طلب وأرسل أيضا فريقا إلى تركيا والسلطات التركية لم يكونوا على قدر الاستجابة كما كنا نتوقع فإن المعلومات التي وصلتنا من تركيا كانت معلومات مسربة إلى وسائل الإعلام وطلبنا من أصدقائنا في تركيا أن يقدموا الدلائل التي الأدلة التي يمكن أن نستخدمها في المحكمة لم نتسلم هذه الأدلة بالطريقة اللائقة التي يجب أن تستلم بها تلك الأدلة وأيضا وجه الخادم الحرمين وولي العهد النائب العام السعودي باستكمال التحقيقات هنا في المملكة العربية السعودية ونتج عن هذه التحقيقات في إدانة أو تحقيق مع 18 شخصا تهم إلى 11 وحيلت إلى المحكمة وخمسة منهم طالب النائب العام بعقوبة الإعدام بحقهم وقلنا أن إذا لم يكن أي جهة أو أي دولة لديها أي دليل يمكن أن يساعد في هذا الأمر يسعدنا كثيرا أن نقبل هذا الأمر وطلبنا هذا نفس الأمر من أصدقائنا في تركيا وفيما يتعلق بصدور أوامر التوقيف لن نسلم مواطنينا وأعتقد أن الدستور الأمريكي الدستور التركي يمنع أيضا تسليم الأتراك فإن من المثير بالنسبة لي أن دولة لا تقدم لنا المعلومات بطريقة قانونية وبشكل قانوني تطالب تصدر أمرا بتوقيف وتريد من الآخرين أن ترسلهم إليهم. أعتقد يكون من اللائق أن يكون أن تقدم تركيا لنا المعلومات التي طلبناها منها. فيما يتعلق بوضع الأفراد الذين ذكرتهم وأنهم حيلوا إلى النائب العام ولا أريد أن أعلق على المسائل التي ينظرها القضاء هنا والمسائل القانونية وأعتقد أن النائب العام هنا لديه متحدث رسمي يمكن أن ترجعوا إليه.